بتلعب مع سيمبا تاني، بتنظر لها ازاي او شايفها ازاي؟ هو طبعا واضح ان اسلام ما شاء الله متابع النادي الاهلي بشكل كبير، قالك انا اتفرجت يمكن اكتر من سنتين على النادي الاهلي، ودي في محلل الاداء بالذات لما بيبقى متابع فرقه زي النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي بيقدر يوصل المعلومه للمدير الفني، وبناء على المعلومات ديت يبدا المدير الفني يبدا يحط الاستراتيجيه لهذه المباراه والخطه وطريقه اللعب والتشكيله. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتساعد سيمبا ان هو يظهر قدام النادي الاهلي غير المرات اللي قبل كده. طبعا مدرب جديد يهمه وعنده خبرات، يهمه جدا ان هو يقابل النادي الاهلي طبعا باستراتيجيه فيها اتقان، طريقه لعب مناسبه، بتكلم على طريقتين لعب 4-1-4-1 في حاله الهجوم، و 4-4-2 في حاله الضغط اذا كان هيضغط براس حربه من قدام. اكيد الطرق ديت هم اشتغلوا عليها واخد بالك، ومحافظين لعبتهم من خلالها. التشكيله كمان المناسبه للمباراه ديت، احنا اتكلمنا على وقت هم بيحبوه الوقت الساعه 3 اللي هو العصر، الرطوبه بتبقى عاليه والحراره لكن انا عرفته من ضمن المعلومات انهم عندهم لعيبه مسلمين، عندهم اكتر من 9 لعيبه مسلمين، فبرضه لو الاتحاد الافريقي هو اللي حدد موعد المباراه وخلاص هتبقى الساعه 9 مساء. يعني دي برضه كانت خدمت طبعا النادي الاهلي وخدمت خدمتهم اللي في صيام في الوقت ده، فطبعا اللعيبه برضه يهمها ان هي تلعب وهي يعني طبعا واكله وفتره وفي وقت كويس يقدر كمان يبذل فيه مجهود عكس ما يبقى صايم، الامور بتبقى صعبه علينا وعليهم يعني طبعا. فطبعا الحمد لله الاتحاد الافريقي قدر ان هو يحط لنا المباراه الساعه 9. عايز اقول اللي عايز يكسب البطوله لازم على قد ما يقدر اسامه محمد ما يخسرش بره ملعبه، ودي من ضمن خبرات النادي الاهلي والاستراتيجيه اللي بيشتغل عليها مستر كولر. ويا سلام لو سجلت كمان بره ملعبك بالظبط، ده حلو جدا، تبقى بتسهل المهمه في مباراه العوده، وخصوصا اسامه الماتش اللي احنا لعبناه مع سيمبا زي ما اسلام قال احنا ضيعنا فرص كتيره جدا في اول ربع ساعه، كان ممكن نسجل اهداف كتيره المباراه، فدي برضك من ضمن الحاجات اكيد ان مستر كولر حاطط عينه عليها. يعني كابتن ماهر واحنا بنتكلم عن افريقيا، اكيد كابتن ماهر همام وجيله الذهبي وسفريات افريقيا في كواليس وحكايات كتير في الحته دي خاصة افريقيا زمان غير افريقيا دلوقتي انت بتلاقي الطيارة الخاصة معاك، الطباخ طالع معاك، التجهيزات، انت لعيب رايح يعني على افضل استعداد. افريقيا خلصت علينا اسامة، يعني السفرية الواحدة او المباراة خارج مصر كانت بتقعد مثلا اسبوع او 8 ايام، عايزة استشفى شهر، عايزة بالظبط كده. يعني اولا المشوار طبعا كان الطيران وقتها احنا كنا بنسافر على الطيران الاثيوبي، الطيران الاثيوبي ده كان احنا مسمينه الشاش، ينزل السودان وبعدين ينزل الصومال وبعدين يعني كل المحطات اللي بيعملها حد بيشاور له كده ينزل، فطبعا كانت بتبقى اجهاد بشكل كبير جدا بالنسبه لنا. ثانيا سمك هناك كانت الفنادق كانت صعبه قوي، ما فيش فنادق يعني على مستوى يمكن فندق واحد بيبقى الهيلتون مثلا هو اللي موجود يعني على مستوى، وده بيبقى طبعا اسعاره صعبه قوي، هم ما بيقدروش يحجزوا لنا، احنا هنا كنا بنحجز لهم في احسن الفنادق أكيد. لكن هناك يعني احنا كنا بنتاثر بشكل كبير جدا. كمان في الرحله بقى في اوضه موجوده اللي فيها الاكل كله، الخزين اسمها اوضه الخزين دي دي كانت تحت قياده الكابتن محمود الخطيب واكرامي، هما الاثنين دول اللي كانوا موجودين في الاوضه دي، اللي بيستقبلوا طبعا جميع اللاعبين في الاوضه دي، كل ما تتخيلوا موجود يعني من حلاوه من تونة، جبنه من تونه الفول. من فول من كل حاجه معلبات موجوده في الخزين هنا. والمفتاح مع مين؟ والمفتاح بقى معاهم هم اصحاب الاوضه احنا طبعا الاكل كان صعب جدا يا سامي يا محمد، يعني انت لو كنت شفت الاكل، يعني انا مره من المرات كده كنت رايح اغسل ايدي فلقيت المطبخ شكل الاكل وضع يعني صعب، عايز اقول في يعني شكله صعب جدا. أو اول بطوله افريقيه 82 كنت موجود فيها يا كابتن ماهر، كان ليها كواليس حلوه البطوله دي، مباراه اشانتي كوتوكو في النهائي طلعتوا بطياره خاصه طياره خاصه بس كانت حربيه يا سامي، كانت عباره عن ديكك زي كده. احكي للناس علشان الناس المشاهدين جماهير النادي تعرف ازاي الجيل ده كان بيضحي وكان بيحب النادي الاهلي وقابل تحديات كبيره. قبل كوتوكو يا سامي قعدنا 5 سنين بنخفق يعني ما بنوصلش، كانت الظروف اولا خبرتنا كانت قليله، ثانيا ما كناش نضجنا ما خدناش خبرات في افريقيا،
ثالثا افريقيا كانت قويه جدا، يعني كل الفرق كانت فيها 7-8 لعيبه، ما كانش فيه الاحتراف زي مستوى اه كان لسه الاحتراف ما فتحش يعني. وبعدين كمان في اوقات كان فيها امتحانات، يعني احنا مثلا كنا بنروح ساعات ما رحناش بخط الهجوم، كابتن محمود الخطيب، مصطفى عبده، مختار، ما رحناش بالخط الامامي بسبب الامتحانات، يعني كانت الامتحانات برضك بتعطلنا بشكل كبير. لكن بعد الخمس سنين دول اسامه نضجنا وخدنا خبرات، بدانا بقى نخش في المعمعه. فكانت 82 دي كانت اول بطوله بالنسبه لنا، الصوت الشريط خلاص كوتوكو. عشان نوصل لكوتوكو كانت الامور صعبه، كسبنا 3-0 هنا طبعا. كابتن محمود الخطيب جوليل من افضل الاجوال اللي ممكن تشوفهم في البطوله، على قد ما يهوب الجول الثالث روحنا هناك 3-0، نتيجه كبيره. هم كان عندهم امل ان هم يرجعوا يعوضوا يعوضوا النتيجه دي، لدرجه ان احنا سامع عايز اقول لك ان احنا في الفندق اولا كنا نخش التدريب الكوره بتتسرق، الولاد الصغيرين اللي ورا الجول، الكوره لما تطلع ورا الجول يروحوا واخدينها رامينا من فوق المدرج يعني عارف حرب. وانت طبعا نازل اول ما نزلنا لغانا كل الناس هنكسبكم 5 كل الناس تشاور هنكسب 5 هنكسبكم 5. فكان يا عيني شاحنينهم بشكل كبير جدا. صح. يوم المباراه كانت اصعب يوم بالنسبه لنا، يوم المباراه كان في حوالي ما يكون على 20-30 معانا لقطات من المباراه اللي حضرتك بتتكلم عليها. بص يا سامع، ارضيه الملعب عامله ازاي؟ طبعا صعبه جدا، ملعب بيشيل 90,000، ده ملعب قماسي. بص الجماهير عامله ازاي؟ وعايز اقول لك ان احنا البلد كلها في الاستاد. دخلنا المباراه سامه بالظبط والحكم بيصفر في بدايتها، ما سخناش، دخلتوا على المباراه على طول. وده سبب الجول الاولاني اللي جه فينا في اول ربع ساعه. ما دخلناش اجواء المباراه، وعايز اقول لك طبعا كانوا مانعنا، مفيش دخول وقافلين كل الابواب، فمش عارفين نخش. قعدنا بقى واخدين خدنا وقت عشان نخش الملعب. وسبحان الله يعني يمكن الجول الاولاني جه في اول ربع ساعه نتيجه زي ما قلت لك ان هم ركبوا الجيم. بعد كده بدانا بقى الحمد لله رب العالمين الثقه تيجي، وبدانا يعني نعوض طبعا بالجول الخطير للكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك ان اللعبه دي بدات من عندنا، وبعدين راحت لمختار، وبعدين مختار لعبها لكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب وهو ماشي. طب ما تجيبوا لنا الهدف كده، والكابتن ماهر بيتكلم وبيقول ان اللعبه ابتدت عنده في خط الدفاع، والاهلي رجع لتعادل 1-1 في المباراه، ودي كانت اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، وكانت يعني حلاوتها كابتن ماهر كانت خارج مصر. صعوبه البطوله طبعا. وفي غانا كمان وبتقابل خصم يا اسامه عنده 8 لعيبه دوليين، وملعب زي ما انت شايف ملعب صعب جدا. ده الهدف كابتن مختار، ده مختار من عندنا، مختار كابتن محمود الخطيب رقص يا اسامه يا محمد، رقص 4 لعيبه في لعبه واحده. يعني 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 نص الملعب بخط الظهر رقصه وهو بيستلم، وهو بيستلم بص، وبعدين تابع بقى طبعا وحطها في بطن رجله. هدف طبعا احنا يعني عايز اقول لك يعني الفرحه مش مصدقين نفسنا. يعني احنا كنا قلقين طبعا من 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 كوتوكو، لكن بالهدف طبعا خلاص قضى على المباراه وقضى على الجيم، وطلعنا بقى طبعا اول كاس افريقي طبعا الحمد لله يحصل عليه النادي الاهلي. واحنا الحمد لله ان احنا حطينا طوبه لكل الاجيال اللي جايه بعدينا لحد طبعا البطوله ال 19 الافريقيه، ولا البطوله ال 11 دوري ابطال افريقيا. فطبعا يعني رقم كبير جدا بيحسب لكل تاريخ كره القدم في النادي الاهلي. كابتن ماهر همام نورتنا وشرفتنا، ورمضان كريم، وكل سنه وحضرتك سعد بيك، نورتنا. شاكرين جدا كل سنه طيبين. طيب بمناسبه ان احنا موجودين في شهر رمضان، عندنا تقرير مهم جدا عن انتصارات الاهلي في شهر رمضان. نطلع نشوف انتصارات الاهلي في هذا الشهر الكريم ومنه لفاصل، وبعد الفاصل معانا 2 من نجوم النقد والتاريخ او المؤرخين الرياضيين، استاذ محمد مصطفى المؤرخ الرياضي، والاستاذ كريم سعيد المحلل الرياضي. هنتكلم في جزء تاريخي وتحليل فني في هذه الفتره عن مباريات الاهلي، بالتاكيد فقره فيها امور متنوعه نختم بها النهارده برنامج الاهلي.